بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بكم، معكم صالح بن داوود كريشين من غردايا، رئيس مؤسسة طشة وحرفي في صناعة الزربية. رانا هنا في معرض الجزائر بمناسبة انعقاد قمة الغاز هنا في الجزائر. رانا نقدموا كل ما يعني تجد به المرأة الغردوية والمرأة واد نزار، من حرف، من تقاليد، من زربية، من لباس تقليدي. رانا نحاولوا نبريزونتيو يعني ولا نقدموا لهاد الزوار، يعني زوار هذا المعرض، نقدم لهم تاريخ تاعنا، نقدم لهم الموروث الثقافي اللي تزخر به ولاية غردايا. وكما راكم تشوفوا مثلا هي لا فونداسيون تاعنا او مؤسسه تاعنا مختصه في اعانه المراه الماكته في البيت، الحرفيه المراه الماكته في البيت. وهذه الحرفيه يعني راهي تعاني من حيث غلاء الماده الاوليه وكذلك تسويق، يعني اماكن التسويق. لذلك يعني المؤسسه تقدم الماده الاوليه باش المراه هذه تخدم الزربيه، والزربيه في تاع بنيزقن ولا زربيه غردايا ولا اي زربيه في ولايه غردايا، ومن بعد تخلصها المؤسسه، يعني تقدم لها ثم الجهد تاعها كي تكمل، بعد ذلك مباشره تروح تديها باش تبيعها. هكذا المراه الحرفيه تقدر يعني تعيش بالمدخول اللي راهي تقدمه. هذا من جهه. من جهه ثانيه كما راكم تشوفوا هنايا، هذه الزرابي، هذه هي الزرابيه والعمل اللي راهي تقدمه المراه. كذلك عندنا ايضا المناسج، يعني العمل الثاني اللي راهي تقدمه المؤسسه هي العمل، هي اعانه هذه، ما ليس باعانه المراه، ولكن يعني هذه المراه هذه عندها في العمر 55 سنه 60 سنه، لازم لها يكون عندها يعني خير خلف لخير سلف، يعني رولف. والحمد لله يعني المؤسسة فكرت في صناعة مناسج الصغار للبنت الصغيرة، هكذا ذات 8 سنوات، باش الطفلة هذه تكون إن شاء الله هي الخليفة للمرأة للحرفية اللي راهي دوكا تخدم. يعني كي نمدوا لها المناسج هذو تتعلم فيهم المنسج، نعلموها زوج حوايج، نعلموا لها منسج كعمل للمحافظة على هوية المنطقة، ونعلموها كذلك الصبر اللي هو أساس هذه، يعني أساس الحياة. وكي تكون امرأة نربحوا فيها في الأخير امرأة صابرة، وامرأة تقدر تخدم لنا المنسج وتقدر تحافظ لنا على زربية غردايا. هذا المعرض هذا بدا في 22 فبراير، وهذا هو اليوم الاخير لهذا المعرض، وان شاء الله نكونوا بينا قد ما نقدروا الموروث الثقافي والموروث الحضاري لولايه غردايا. وان شاء الله نتلاقاو في معارض اخرى، ونتمنى يعني من هذا المنبر، من منبر يعني قناتكم، ان يكون فيها يعني معارض اخرى التي نستطيع بها ان نقدم للمعرض، او نقدم للزائر في اي ولايه من ولايات الوطن، نقدم له هذا العمل الذي يعني من اجود الاعمال او من اجود الزرابي المتواجده في الجزائر. وان شاء الله نكونوا ان شاء الله قدمنا قد ما نقدروا، وبارك الله فيكم وجزاكم الله كل خير. وفوالا نقدروا نوريكم هنايا هذه الزرابي اللي راكم تشوفوا فيها هنايا، وهذه المناسج اللي هضرنا عليها، هي لكل زربيه عندها غلات رموز لتحكي عن تراث المنطقه، سواء ان زربيه لاكاندورا موزابيت او تيشبرت موزيزه، سواء ان تقديس نتيزجن، سواء ان زربيه بريان، سواء ان اي زربيه من زرابي غردايا تحكي تاريخ المنطقه. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، مشكورين على استضافتكم او استضافتكم لنا. شكرا، السلام عليكم.